العصر الذي يسود فيه التعلم عبر الإنترنت، طورت مدارس الإيمان مسارها التعليمي لدمج التكنولوجيا بسلاسة في المناهج الدراسية وتوفير عملية تعليمية مثلى لطلابنا. The H1 Online Learning takes over. Al-Iman private schools are continuously developing their educational trail to integrate technology seamlessly into the curriculum in order to provide the optimal learning process for our students. اهلا بكم طلبه وطالبات الصف الرابع الابتدائي مع مراجعه جديده على ماده الرياضيات. نبدا كده مع بعض. اول سؤال بيقول اكمل المائة العدد الاولي الزوجي هو ايه؟ هو العدد الاولي الزوجي هو كام؟ 2. شاطر يا عبد الرحمن. السؤال اللي بعد كده، المستقيمان المتعامدان يصنعان نقط زوايا قائمة عند نقطة التقاطع. مستقيمان المتعامدان يعملوا لي كم زاوية قائمة؟ طبعا 4 زوايا قائمة. 210 يساوي كام 100؟ 210 فيهم كام 100؟ طبعا 210 هتساوي 2000، والمائة قلنا عندنا فيها كم صفر؟ صفرين. لو شلناهم هيكون 210 فيهم 20 100. السؤال بعد كده، المضلع الذي له 5 أضلاع يسمى مضلع خماسي. السؤال اللي بعد كده، الشكل الرباعي الذي فيه ضلعان متوازيان فقط هو؟ طبعا الشكل ده هو مين؟ شبه المنحرف. أكبر عدد مكون من 6 أرقام هو؟ في طبعا هنا بيقول لي اكبر عدد مكون من 6 ارقام هيكون 999,999، لكن لو كان قال لي اكبر عدد مكون من 6 ارقام مختلفه كان هيكون هو ايه؟ 987,654. السؤال اللي بعد كده، متساويان تكون في متساويان تكون في عندنا مين؟ طبعا المربع والمستطيل. العامل المشترك لجميع الاعداد هو ايه؟ 1. لكن لو قال لي المضاعف المشترك لجميع الاعداد كنت هقول له ايه؟ طبعا الصفر. اذا كانت مساحه مربع بتساوي 36 سنتيمتر مربع فان محيطه، انا عندي مساحه المربع بتقول ايه؟ طول الضلع في نفسه. معنى كده ان طول الضلع عندي هنا كام؟ 6. طيب ومحيط المربع بيساوي ايه؟ طول الضلع في 4. يبقى هناخد طول الضلع اللي هو 6 هضربه في 4 هتساوي 24 سنتيمتر. المستقيمات التي لا تتقاطع، هي المستقيمات قلنا قبل كده ان المستقيمات التي لا تتقاطع يعني مفيش نقطه يتقاطع فيها بتكون مستقيمات ايه؟ متوازيه. السؤال اللي بعد كده، قياس الزاويه المستقيمه يساوي زاويه مستقيمه قياسها كام؟ 180 درجه. 115 يكبر القسم على، احنا قلنا العدد اللي بيكون احاده 0 او 5 بيبقى القسم على 5. طيب لو العدد اللي معايا احاده طبعا عدد زوجي يكون هيبقى القسم على كام؟ على 2. السؤال اللي بعد كده، المسافة بين مدينتي القاهرة والإسكندرية تقاس، المسافة عندي هنا تقاس بوحدة ايه؟ الكيلو متر. شوف السؤال الثاني، قولي اختر
الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. عين ميم ألف للعددين 6 و3. تعالوا كده مع بعض نحلل العددين 6 و3. 6 طبعا حاصل ضرب 2 في 3، و3 3 في 1. إيه العامل المشترك بين العددين؟ هيكون كام؟ 3. القطران متساويان وغير متعامدان في المستطيل. سؤال بعد كده، عندي 7070 على 35، هعمل عملية قسم مطولة، يكون النتيجة عندي كام؟ 200. سؤال بعد كده، 6,254,117 ناقص 254,117، لو عملت عملية الطرح هنا هيطلع طبعا النتيجة عندي كام يا حلوين؟ 6,000,000. أكبر عدد مقاومة 6 أرقام مختلفة، سائلين السؤال ده، في فرق لو جاب لي أكبر عدد مقاوم من 6 أرقام بس أو أكبر عدد مكون من 6 أرقام مختلفة. طبعا أكبر عدد مقاوم من 6 أرقام مختلفة هو 987,654. السؤال بعد كده، عدد الرؤوس في الشكل الرباعي. أنا قلت المضلة في إيه؟ عدد أضلاعه بيساوي عدد رؤوسه بيساوي عدد زواياه، فأنا عندي هنا الشكل رباعي، يبقى عندي كام ضلع؟ 4 أضلاع و4 زوايا و4 رؤوس. السؤال اللي بعد كده، القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 435,721. عندي 3 هنا موجودة في خانة إيه؟ خانة عشرات الألوف. 6 أمتار و650 سنتيمتر. أنا عندي الستة أمتار فيهم كام سنتي؟ قلنا قبل كده إن المتر فيه 100 سنتي، يعني الستة أمتار بيساوي 600 سنتيمتر، و650 سنتيمتر. أنا بعمل هنا مقارنة، يبقى مين عندي الأكبر؟ طبعا هيكون 650 سنتيمتر، يعني هختار علامة أصغر من. العدد الذي يقبل القسمة على 2 و3 معا هو، عايزين عدد يكون مضاعف للاثنين والثلاثة مع بعض، هو مين؟ طبعا التمنتاشر. السؤال اللي بعد كده، 40 في 30 بتساوي 12 في 12 في كام؟ 12 في 100، لأن طبعا أنا لو عملت عملية الضرب 40 في 30 هيطلع الناتج عندي 1200. طيب ال 1200 دي حاصل ضرب 12 في كام؟ 12 في 100. السؤال الثالث بيقول لي اجب عما ياتي، مستطيل طوله 5 سنتي وعرضه 3 سنتي، اوجب محيطه. محيط المستطيل بيساوي ايه؟ الطول زائد العرض الكل في 2، يعني هجيب جمع الطول زائد العرض والناتج اللي هيطلع عندي هضربه في كام؟ في 2. فانا عندي الطول زائد العرض بيساوي 8، 8 حاصل ضرب 2 بيساوي 16 سنتي. السؤال اللي بعد كده، مثلث ألف ب ج فيه ألف ب بتساوي 5 سنتي، وقياس زاوية ألف بتساوي 60 درجة، وقياس زاوية ب بتساوي 30 درجة، أوجد قياس زاوية ج. أنا عايزة أجيب زاوية ج، يبقى هعمل إيه؟ هجمع زاوية ألف زائد زاوية ب، والناتج اللي هيطلع عندي هطرحه من 180. فأنا عندي زاوية ج هتساوي طبعاً 180 ناقص مجموع 60 درجة زائد 30 درجة، يعني 180 ناقص 90 هتطلع 90 درجة، يبقى قياس زاوية ج هتساوي 90 درجة، ونوع المثلث في الحالة دي هيكون مثلث قائم الزاوية. السؤال اللي بعد كده، أوجد عين ميم ألف وميم ميم ألف للعددين 12 و18. هبدأ أحلل ال 12 و18 لعواملهم الأولية. ال 12 عندي حاصل ضرب إيه؟ 2 في 2 في 3، وال 18 2 في 3 في 3. طيب عين ميم ألف، أنا عندي إيه هنا المشترك في الحالة دي؟ عندي 2 و3، يعني 2 حاصل ضرب 3 هتساوي 6. ميم ميم ألف أنا باخد المشترك وغير المشترك، هتكون عندي 2 في 3 في 2 في 3 هتطلع 36، يعني أنا عندي في الحالة دي عين ميم ألف هيطلع 6، وميم ميم ألف هيكون كام؟ 36. سؤال معايا، مدرسة ابتدائية بها 882 تلميذا، تم توزيعهم على 21 فصلا بالتساوي، فكم عدد التلاميذ في كل فصل؟ هنا هعمل عملية ايه؟ عملية
اسمع، هقسم 882 على 21، هيطلع الناتج معايا كام؟ 42% بكل فصل. وبكده تكون انتهت مراجعتنا النهارده، واتمنى اقابلكم ان شاء الله في مراجعه جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.